مرحبا، كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. بفيديو اليوم رح نحكي عن مهارة جديدة ومفيدة الكل يستفيد منها، وهي كيف أكتب Table of Content اللي هو جدول المحتويات بطريقة بسيطة وسهلة. ممكن أنا عندي Reports، بكتب تقرير، بكتب بحث تخرج لبكالوريوس، بكتب Thesis ل رسالة ماستر، رسالة دكتوراه and so on. التابل اوف كونتنت اليوم راح نتعلمه من خلال الفيديو انه نكتبه بسهولة وببساطة وبروفيشنال. كيف؟ تعالوا نشوف مع بعض. الان هون عندي بيبر على مايكروسوفت وورد وبدنا نعملها تابل اوف كونتنت او اللي هو جدول المحتويات، اوكي؟ بروح على الهيدنجز وببلش باول واحد اللي هو انترودكشن، بروح على شغله هون اسمها هيدنج 1، بعمل عليه كليك، راح اشوف انه اللون عندي تغير والحجم للخط صار اكبر، تمام؟ ممكن تعمل هاي الشغله مانيوال، بس راح ترجع تعملها لكل الهيدنجز الموجوده فبتاخذ وقت، لذلك الطريقة السهلة والأسرع بروح بعمل رايت كليك على الهيدنجز وفي شغلة هون اسمها موديفاي، اوكي؟ ممكن تغير اللون لكن احنا راح نخليه نفس اللون مشان نميزه، تمام؟ وتختار حجم الخط وتختار الستايل للخط تايم نيو رونز، بنعمل اوكي، راح نشوف انه عندي الفورمات تغير، اوكي؟ وبرجع بعمل للهيدنجز اللي بعدها، تمام؟ نفس العملية. طيب ممكن تعمل هاي الطريقة لكن انا حاب اعمل للهيدنجز مره واحده، بروح بعمل رايت كليك هون، بعمل ابديت هيدنجز، هاي اول اوبشن ببين عندي. راح نشوف انه كل الهيدنجز شايفين الموجوده عندي في البيبر اخذت نفس الفورمات لاول وحده احنا عملناها، وهي الطريقه بتكون اسرع واسهل. راح نشوف انه هاي مش معموله هيدنجز، ليش؟ لان هاي عباره عن سب هيدنجز، نعمل عليها سلكت ونروح على الهيدنج اللي بعدها ونعملها الاتي، تمام؟ وبنيجي على الريفرنسز بنعمله ايش؟ هيدنج 1. على بدايه الصفحه محل ما راح احط التابل اوف كونتنت او جدول المحتويات بروح على ريفرنسز، بعدين هون في عندي اوبشن اسمه تابل اوف كونتنت، بعمل عليه كليك، راح يبين عندي اكثر من اوبشن، بختار الاوبشن الاولاني، بعمل عليه كليك اللي هو اوتوماتيك تابل 1، اوكي؟ والان صار عندي الجدول المحتويات ظاهر امامي، اوكي؟ ممكن جدول المحتويات نعمل عليه سيلكت، اوكي؟ ممكن خلينا نحكي نغير الفورمات، نكبر الخط، صغر الخط، يعني هاي شغلات بيرسونال، انت اتس اب تو يو يعني، بولد مش بولد الى اخره، لكن في شغله مهمه بدي احكي فيها اللي هي ممكن يصير عندي الانترودكشن موجود الان عندي هون في بيج نمبر 1، صح؟ صفحه رقم 1، لكن ممكن يصير عندي تعديلات، ها؟ ممكن اكتب شغلات اضطر اكتب، فصير عندي الانترودكشن في بيج نمبر 2. طيب ارجع اعدل، وهذا الحكي ممكن ينطبق على باقي العناوين، بس مش بروفيشنال ارجع اعدل هاي الشغله مانيوال. الحلو فيه هون التابل اوف كونتنت، نعمل عليه كليك هون، تمام؟ نعمل ابديت تيبل، نعمل ابديت انتاير تيبل، اوتوماتيكلي راح نشوف انه ارقام الصفحات عندي تغيرت بناء على اي تغيير ممكن تعمله هون بالعنوان. وهذا هدف الفيديو، انه اعمل جدول المحتويات بطريقه بروفيشنال وطريقه بسيطه. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو واخذنا مهاره او اكتسبنا مهاره جديده كيف نعمل جدول المحتويات بسهوله وباحترافيه. يا ريت نعمل لايك وشير للفيديو بين اصحابنا، ولا ننسى انه نشترك بالقناه، انا بحاجه لدعمكم. Have a nice day. سلام.